كلام من القلب. الحلقة العاشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بالمحامد كلها في كل وقت وحين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، متتبعون ومتتبعات برنامج كلام من القلب من إخواننا المهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية وأخواتنا المهاجرات بهذه الديار وإخواننا المغاربة في كل مكان من أرض المهجر في العالم كله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا كلام من القلب. هذا الكلام يخرج من قلبي وبغيت يوصل القلوب ديالكم كاملين، وأنا سعيد جدا رغم بعد الشقة، بمعنى أنتم في الولايات المتحدة الأمريكية وأنا في المغرب، والمغربي في الممشى كيبقى مغربي. الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن هذا شيء كبير. اليوم أخوتي مستمعي أخوتي المستمعات سيدي لالياتي، أبقى مع القرآن الكريم وأبقى مع كلام الله تبارك وتعالى، نزيد نفصلوا هذاك الشيء اللي قلنا الحصة الماضية حين لما قلنا بأن رمضان هو شهر القرآن. كيلزم المؤمن في هذا الشهر المبارك أنه يقرأ القرآن مرة وجوج وثلاثة وأربعة، بمعنى يقرأ ويختم ويعود يقرأ ويختم ويعود يقرأ ويختم، يقعد وينزل المصحف ويقرأ ويختار أوقات أوقات مثلا بعد صلاة الصبح قرأ شي بركة، قبل المغرب قرأ شي بركة، طبعا مع الظروف لأن كل واحد فيكم عنده الأعمال ديالو. دابا الحمد لله كاين هاد الوسائل ديال التواصل، التليفونات فيها القرآن الكريم، يمكن تشعل التليفون ودير القرآن الكريم وتسمع وتبدا تقرا معاه وتقرا معاه، خصوصا ملي يكون في التليفون كيكون المصحف قدامك ورقة من المصحف والقارئ كيقرا، قرا معاه قرأ وتدبر اش غتلقى، غتلقى ان هذا الكلام يصدر بموجه ليك انت اخويا المؤمن، انت يا اختي المؤمنة. كلام الله موجه لينا كاملين، هو انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس وحفظوه الصحابه وتهم بلغوه التابعين، وحفظوه التابعين تهم بلغوه التابعين التابعين، وهكذا الاجيال حتى وصل لنا. وما تغير وما تبدلش، حاولوا يغيروه وبدلوه. فدير واحد الوقيت قرأ القرآن، قرأ قرأ، دير واحد الصحبة مع القرآن حتى تعود. وأنا نصيحة لك، نصح أخوتي المؤمنين وأخواتي المؤمنات، داك التليفونات استعملوهم لهذا الخير، تلقوه في الدار باش وليداتكم تاهما يتعودوا على سماع القرآن الكريم. الأذن اللي كتسمع القرآن الكريم الصباح والعشية صافي كتعود عليه، كتلقى داك الراحة وكتلقى داك الجرس اللي في القرآن الكريم، الجرس الموسيقي، كان واحد الموسيقى خاصة لأن كلام ربي، كتجعل الإنسان يستمع، خصوصا إذا كان القارئ شي واحد اللي كيقرأ مزيان. دابا الحمد لله القراء المغاربة والقراء المشارقة كاين الترتيل وكاين التجويد، وكاين خذوا الترتيل وبداو تسمعوا الصباح قبل ما تخرج خدمتك، تصمتي الأخبار ودير القرآن، عرفتي الأخبار اللي كاين في الدنيا، دير القرآن الكريم، انت صليتي الفجر شعل القرآن الكريم، دخلتي لدارك توضيتي صليتي صلاتك، تعشيتي مع أولادك دخلتي الفراش طلق القرآن الكريم، قعدتي ريحتي بغيتي تستارح دخلتي البيت ديالك بغيتي غير تستارح تلقى القرآن الكريم. اليوم على غدا، اليوم على غدا غيولي داك القرآن الكريم الرفيق ديالك، ما تقدش تفرق عليه. علاش؟ لأنه كلام سيدي ربي فيه الحلاوة، الحلاوة ديال الحلاوة لأنه كلام سيدي ربي. وإذا كان هذاك اللي كيقرأ كيحسن القراءة كتلقى هذيك الحلاوة كتحس بها. وهنا ما
كناش كنستغربوا لهذا الامر هذا، لاننا ملي كنا كنقراو الحزب جماعه كانوا الناس كيكونوا قاعدين اللي ما حافظينش الودن ديالهم مع القران الكريم اللي كيتقرا، وكيلقى واحد الحلاوه وكتنزل عليهم واحد السكينه وكيطمئنوا وكيخرجوا بعد سنوات ما عمروش المصحف ولكن غير بالاستماع بعد سنوات حفظ القران الكريم، كنوا متيقنين. لماذا؟ لان سيدي ربي قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. هذا كلام سيدي ربي، ملي كتقراه اليوم وغدا اليوم وغدا كينزل عليك ربي سبحانه وتعالى واحد السكينه واحد الطمانينه، وكينزل عليك حاجه اخرى وهو انك كتقرا القران كيما كتبدا تدبر فيه، كتبدا تسول على المعاني. وهنا يا اما كترجع الكتب ديال التفسير يا اما كتمشي تسول العلماء، والافضل تمشي تسول العلماء. وكاين التفسير الميسر المسهل كتبينو العلماء بلا ما تدخل في ديك التفاسير اللي فيها العلم كثير، فيها العلم المفصل ديال العلماء ديال الطلبه ديال العلم. لا، خذ يعني التفاسير الميسره فهي هذه كتفسر الكلمات وكتفسر المعاني الاجماليه باش تفهم، لان انا مطلوب منا ندبر القرآن الكريم. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فندبروا القرآن الكريم، ندبروه لأن غنلقاو فيه أمور مهمة جدا كتعلق بالعلاقة ديالنا باللي خلقنا، هذا هو الأمر الأول، العبودية لله. لما كتهزوا المصحف تقرأوا الفاتحة، الفاتحة جمع القرآن كله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذن الله سبحانه وتعالى صفات ديال سيدي ربي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذن تعرف شنو هو الله؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هو وحده المستحق العبادة. اهدنا الصراط المستقيم في الحياة ديالنا، في علاقتنا بك، وفي علاقتنا بالناس من حولنا، وفي علاقتنا بالمحيط اللي احنا فيه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هما اللي خرجوا اللي ما كيعملوش بالقرآن الكريم، والضالين اللي بعدوا على طريق القرآن الكريم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعمت عليهم شكون هما؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنعمت عليهم هما اللي كيقراوا القرآن وكيدبروا وكيعملوا به. كتجي بداية سورة البقرة كتلقى فيها ربي كيحدد لك الأصناف ديال الناس كعلاقتهم بالله. ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. هذو المؤمنين. تيجي بعدين يقول لك الكافرين إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وكيجي من بعد كيبين لك واحد نوع آخر من البشر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تقريبا واحد 12 آية و13. فالناس أصناف ثلاثة، القرآن الكريم يحددون في الأول في المصحف المؤمنين الكافرين ثم المنافقين. فإحنا خصنا نكون من المؤمنين، وكل شيء كيعيش على هذه الأرض أقرب عن الله تبارك وتعالى، وكل واحد كيختار الطريق دياله. أول نداء في القرآن الكريم للناس جميعا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي يجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا أول حاجة شنو هي؟ توحيد الله تبارك وتعالى، وخطاب الناس جميعا باش كتحقق المساواة. الناس كلهم عبيد الله وعباده، وهنا كتحقق الحرية ديال الإنسان. يرفض أن يكون عبدا لغير الله، وأول يعني معبود يبعد منه الإنسان هو
النفس ديالو، الشهوة ديالو، الهوى ديالو، هذا كلام ويتبعوا كلام اخر ان شاء الله على القرآن الكريم، يعني في حلقات اخرى باذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سبلنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الى لقاء اخر، السلام عليكم.